لا قبل ملي دارت الاثبات بدات تتعيط لينا كتنيغوسي معانا. ناضوا هما في الرباط، تبتوا في الرباط، علاش ما تبتوش جديده؟ حيت تما الملعب ديالو، هذا هو الملعب التب ديالو، هادشي ما كيديروش هنا في جديده، ما يقدروش يتبتوا دري ويورثوا الا ما صايبوا الوراق كلشي، صايبوا لي حاله مدنيه، عيطوا ليهم وبركوا عليه بالسبان، وانت غتمشيو للحبس، نتوما نصابه، نتوما بغيتوا تنكروا الدري، ما حشمتوش، اخوكم عنده ولد، على قبل ملي مات خويا ما عندنا ماتي، ما عنده حتى شي ورقه في الدار. كيقول لك كاين عقد زياده بريطاني اللي عندنا. السلام عليكم. القضيه عندنا هي انه وقع تزوير في 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 الاراثه، في ثبوت النسب، في 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 النسب، في ثبوت النسب، في الاثبات، في النسب وفي الاراثه. وقع زور واعترضنا وطعنا وما خداوش بعين، ولو كاينين شي شهود متنازلين. واحد تنازل، طلعت واحد الموقع الكتروني دويت على هاد القضيه، وخرج شاهد حتى هو دوا، وكيقول لهم بانه هو زوروا ليه كل شيء، بانه هو مشى على حساب لان باش يديروا الاراثه ديال خويا. القضيه ديال خويا هو انه مات الله يرحمه في 20 نوفمبر 2020. ناضت اختي وراجلها، داروا الاثبات بشهود زور، ودفعوا الاثبات للرباط، وقبل ما يخرج الاثبات داروا الاراثه من عدول من ازمور. هو اللي دار لهم الاراثه، وما تبازا على حتى شي حاجه لان الاراثه عندنا حنا. ملي ناضوا داروا الاراثه حنا ما سقنا الخبر، داروا الاثبات في شهر 12، وداروا الاراثه في شهر 2 في 27 في شهر 2 في 2021، والاثبات داروه في شهر 12، واش لو 13 واش لو 9 ما عرفتش، عندي عندنا الوثائق، عندنا كل شيء. المهم حنا ضنا طعنا في الزور، طعنا في الزور تاع الزور في بجوج، في الاراثه وفي الاثبات. المهم اللي تحكمت القضيه، تحكمت ليهم بالاثبات بالتي نقص واحد المرحله مهمه، هي ان الاثبات ملي دارت 12 شاهد دفعته في الرباط. حنا ساكنين في جديده وهي وراجلها ساكنين في الرباط، دفعت الاثبات في الرباط، حكمت المحكمة الابتدائية حكم نهائي من الابتدائية، قالك ما عندكمش حق الطعن. بغينا نعرفو أنا ملي نط وفضحت هاد الشي، نادو كيعيروني وكيسبوني وجاني تهديدات، هو التليفون هما كلشي تهديدات، تيقولوا لي نطي كتعيري في زيادك وتجرأتي. أنا كنتجرأ عاوتاني وكنعاودها في موقع آخر، درتو الزور، الشهود كلهم ديال الزور، خويا عايش في الانجليز، خويا اللي مات الله يرحمه كان عايش في الانجليز. الاثبات نسيت، ما قلت لهم الاثبات تاع ولد ملي مات خويا ما عنده حتى شي ورقه في الدار، دارو اللي مات فيها راه هي باقه، عندنا ما حتى شي ورقه، ما كاينه ورقه هي الاخرى اللي كتثبت بانك هذاك ولدو ما كايناش. ناضوا داك الشيء داروا معانا، هي اش داروا ملي داروا ليه، ملي حنايا عرفنا لا قبل ملي دارت الاثبات بدات تتعيط لنا كتنيغوسي معانا. عندي ما يفيد، ها هما غنوريكم الدلائل، عندنا الدليل ديال هاد القضيه لان هي مهمه في هاد النيغوسياسيون ديالها، مهمين حيت هي كون عرفاتو ملي عارفه ولدو ما غتنيغوسيش معانا نهائيا. وكتقول لك تما الناس عارفين ولدو. حسن خويا 28 في الانجليز الله يرحمه، الدري تزاد في 2006، ملي تزاد الدري خويا كان مجوج مغربيه، جوجة من 2000 حتى 2009، دونك الدري غير شرعي. المهم هي كتعترف بان تما الناس عارفين ولدو، وملي الناس تما عارفين ولدو علاش جرتي 12 شاهد كلهم مكذوب قسما بالله ما كيعرفوا شي حد. وحنا حيت ما عندنا نفوذ، ناضوا هما في الرباط، تبتوا في الرباط، علاش ما تبتوش جديده؟ ما يقدروش يتبتوا دري ويورثوا الا ما صايبوا الوراق كلشي، صايبوا لي حاله مدنيه، النسخه داروا ليه النسخه، داروا لي الحاله المدنيه، والحاله المدنيه دارت في شهر 2021 دارت النسخه، خرجت لي لو 2 فيفري نهار اللي مات الوالده ديالي الله يرحمها. المهم حنا ملي القضاء ما انصفناش، مشيت خرجت في موقع الكتروني عاودت لي كاين. المهم ما ينوضوش الشهود ديال لونجلتير، عيطوا ليهم
وبركوا عليا بالسبان وانت غتمشي للحبس نتوما الغصابه نتوما بغيتو تنكروا الدري ما حشمتوش اخوكم عنده ولد على قبل ملي مات خويا معدنا ماتي ما عنده حتى شي ورقه في الدار كيقول لك كاين عقد زياد بريطاني تهديدات ها التليفون تهديدات يوميا 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 كيعيطوا لي ويسبوا فيا معايا وسبوني في الموقع الاخر باش داكشي داكشي بزاف داك المهم القضيه راه هي درنا شكايه عند الوكيل غادي هذيك القضيه ماشي مشكل ديال المعيار حيت كيعبروا على المستوى ديالهم كلهم ملي دويت معاهم ملي نادو الشهود دابا ديال الانجليز وكيكومونتيو وتيقولوا راه نتوما نصابه والدري كاين وعنده نسخه في بريطانيا من بريطانيا وعنده نسخه بريطانيا ولكن المغرب ما عنده حتى نسخه ما كانت عنده حتى نسخه ملي باه ما معترفش به بعدا من في المغرب ما معترفش به المهم علينا نادو دابا حنا القضيه دازت اليوم في استئناف الجلسه الاولى في استئناف دازت اليوم ودابا انا وليت خايفه اللي كيعيطوا لي كيقول لي تجرأتي تجبدي سيادك وكيقولوا لي دابا كيقولوا لي انايا تشككت زعما سوسبيسا في لي ماجيسترا وفي الشرطه القضائيه لا ما درت لا انا حيت جبت واحد لو 6 اكتوبر 2021 اختي كانت هادي اللي مجاعين معاها هي من الرباط وراكب معاها في الطوموبيل ضابط الشرطه القضائيه اللي كانت عندو القضيه وداك النهار هو اللي دازت القضيه للحفظ واش هادي كاينه حنا طاحنين في الزور طاحنين في الزور في الاثبات في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الاراثه وداروا لها الحفظ حنا بغينا نعرفوا علاش داروا لها الحفظ اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة